يا مرحبا ملايين بأحلى مشاهدين وعبر الظفرة متابعين، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مساء الإمارات. الله حيكم مشاهدينا، رحب فيكم، ناخذكم لأهم عناوين لليوم. يلا. التخطيط العمراني والبلديات تحدد 4 أنواع للعزب في أبوظبي. جمارك دبي تطلق مشاريع جديدة في شهر الإمارات للابتكار. الكوميديا والغموض يلتقيان في أفلام دور العرض المحلية. إذا مشاهدينا، مثل ما شفنا اليوم أمسيتنا تحمل مجموعة فقرات تراجيدية، دراما وحتى كوميدية، بس خلينا نبدأ هذه السهرة الجميلة مع نشرة الأخبار والزميل أيمن مصبح. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار نقدمها لكم عبر قناة الظفرة. أهلا بكم. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بائع محل السجاد الذي عرض له فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة وجيزة على إصراره عدم بيع سجادة تحمل صورة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقعه الخاص بتويتر: هذا بابا زايد، كلمتان عفويتان لصاحب محل سجاد أفغاني سعدت بزيارته اليوم، كان لهما وقع كبير في النفس عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد. كما وأضاف سموه: رغم العرض والإلحاح إلا أنه رفض وبشدة، قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته. كما وكتب سموه أيضا: الإمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد أنموذجا عالميا في التسامح والتعايش كسبت به قلوب الملايين حول العالم، هنالك الكثيرون على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم، يتعايشون معنا ويشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا، لهؤلاء جميعا نقول الإمارات بلدكم الثاني. جاء ذلك بعدما انتشر منذ أشهر فيديو بائع محل السجاد والذي يروي قصته الفيديو التالي. كم فلوس؟ لا إيه؟ لا ولا 100 هلكم ما يعطي. ليش ما يعطي؟ هذا مال بابا زايد. ها؟ هذا مال بابا زايد. سي مال بابا زايد أنا أريد أشتري. لا أنا ما يبي مال صورة بابا زايد، هذا سوق مال بابا زايد مش مال، هذا مال بابا زايد. زين وين أنا حصل سمسمة؟ هذا ولا ما يعرف، هذا مال أول. ليش هذي صورة؟ ولا كابو يوصل بنزيفيس راه الباتدير يوصل بنزيفيس راه كيف بدي يوصل بنزيفيس او بيا. كم بتعطيني؟ لا انا ما يبيع. ليش ما يبيع؟ فلوس بعطيك. ما يعطيك فلوس. ها؟ انا ما يعطيك. ليش؟ وانا قري قبل سنه هذا 20 سنه يعني في سوي ترتيب. زين حطني، انت ما تبيع زولي؟ لا هذا يبيع زولي لكن مش مال صوره مال بابا. زين صوره انا اريد اشتريها. لا ممكن اسالته انت ثاني مكان، هذا ما يبي هو يجي بابا زايد ما شاء الله. زين عالم، انت كم سنه موجود هني؟ هني ممكن في بابا مالنا. شوف هذا بابا مالنا شيء ما يجي هو يعطيك 35 سنه. ما هني يجي 35 سنه هو هني يجي، هو يقول هذا ممكن 25 سنه هو هني يرك. هذا صوره من 25 سنه؟ ايوه. زين كم بتبيعها؟ لا ما يبي، هذا ما يبي. سوي سؤال مشان ابوك، قول له كم بتبيع. بابا لو هذا نمونه سوي سؤال بابا لازم يضرب. ليش يضرب؟ ولا زين سوي سؤال مشان بابا. سوي سؤال سوي سؤال كاكا. زين كاكا هذا السوق مال بابا زايد. بيا كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ عليك السلام. هذا وجه مال بريك بريش البابا يقول. هذا وجه مال البابا. زين كم سنه انت هني؟ الى 40. 40؟ انا اريد اشتري صوره هاي. صوره مال البابا زايد؟ ايه. يعني يمكن. ها؟ ليش؟ انا يوب. ها؟ انا يوب. زين كم بتبيع؟ انا بشتري، انت تبيع هني؟ كل شيء بيع. أنا يا بابا. رحم الله زايد الإنسانية.
استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس في العاصمة أبوظبي سعادة إدوارد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق له، ورحبت معاليها في بداية اللقاء بالوفد الزائر مؤكدة أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا والمواقف الهامة والتي تهم الطرفين في المحافل البرلمانية الدولية، حيث أن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين تتيح لكل منهما المساهمة الفاعلة في القضايا الإقليمية والدولية خاصة في مكافحة الإرهاب والتطرف وقضايا السلام والأمن في الشرق الأوسط والتغير المناخي والتنمية المستدامة. كما قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي دعوة لمعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي لزيارة مجلس النواب الأمريكي، لما لهذه الزيارات من أهمية بالغة في تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين البرلمانيين. وقام الوفد بجولة شملت مركز تريم عمران للمعلومات ومتحف زايد ومتحف المجلس الذي يؤرخ أبرز المحطات التي مر بها على مدى 4 عقود من خلال معرض الصور والهدايا التذكارية. حضر اللقاء سعادة كل من مطر اليبهوني وعزة بن سليمان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أحمد بن شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد علي خليفة هاشل المسماري الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب سموه خلال زيارته صباح اليوم مجلس العزاء بمنطقة العويد في إمارة الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور فيفيان بلاكشنان وزير خارجية سنغافورة. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة أبوظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وسنغافورة وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي فيفيان وزير خارجية سنغافورة، مؤكدا سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع سنغافورة في شتى المجالات. ومن جانبه أشاد معالي الدكتور فيفيان بلاكشنان بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وسنغافورة والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين. حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بلهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة محمد عمر عبد الله بالفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة. وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومركز بوليتكنيك أبو ظبي للخبرات التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية اتفاقية بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية وإعدادهم لبناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية. وقع الاتفاقية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والدكتور أحمد عبد المنان العور المدير العام لمعهد تكنولوجيا التطبيقية بحضور المهندس عبد الرحمن آل علي مدير مركز الخبرات بالإنابة في معهد التكنولوجيا التطبيقية وعدد من كبار ضباط هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومسؤولين من معهد التكنولوجيا التطبيقية. أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد أكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت نموذجا حضاريا يحتذى به في الانفتاح الفكري القائم على التعايش بين الثقافات والأديان والمعتقدات.
وأوضحت معاليها أن فلسفة الدولة في هذا الإطار تستند إلى العقيدة الإسلامية ودستور الدولة وإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهي تعتبر أساسا لمجتمع الإمارات وتتضمن تراثه الذي ينسجم مع الطبيعة البشرية والقيم المشتركة للإنسانية. وقالت معاليها خلال استقبالها وفد أساتذة وطلبة المعهد الكاثوليكي في باريس برئاسة لودوفيك دانتو عميد كلية القانون الكنسي إن دولة الإمارات تحتضن مجتمعا متآلفا من 200 جنسية ملتزمون بإرساء التسامح كمبدأ أساسي في الحياة والفكر، وتشجع المنتمين إلى مجتمعات المغتربين والمقيمين والعاملين في الدولة على اختلاف أصولهم ومعتقداتهم، وذلك للقيام بدورهم في مساعدتنا على دعم مجتمعنا المتسامح. حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان يوم أمس حفل الاستقبال الذي أقيم في صالة هيلي للأفراح بمدينة العين بمناسبة زفاف كل من خلفان سعيد داود البلوشي إلى كريمة محمد داود البلوشي ومسلم سعيد داود البلوشي إلى كريمة مسعود داود البلوشي. كما حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين والضباط، بالإضافة إلى جمع من المدعوين والمهنئين وزملاء العريسين وأعيان قبيلة البلوش. وتضمن الحفل عروضا فنية إماراتية شعبية منوعة ابتهاجا بتلك المناسبة. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا، وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدنة فورية حقنا للدماء وحماية للمدنيين. وضمت صوت الإمارات إلى الدعوات الدولية المطالبة بالهدنة الفورية، مضيفة أن سوريا التي شهدت أفظع المواجهات والاستهداف الممنهج للمدنيين لا تتحمل فصلا دمويا مكررا. وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج والدواء والغذاء. كما أكدت دولة الإمارات مجددا أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف، وناشدت كافة الأطراف بتفعيل المسار السياسي معربة عن قلقها الشديد من التدخلات الخارجية على الأرض والتي تنتهك السيادة السورية وتزيد الأزمة تعقيدا داعية إلى وضع حد للدموية التي مزقت سوريا ونسيجها الاجتماعي ومؤسساتها، كما باتت تهدد وحدتها. تواصل القوات المسلحة الإماراتية استعداداتها للعرض العسكري حصن الاتحاد 3 المزمع إقامته في 24 من فبراير الجاري في مطار العين الدولي. وتنفذ حصن الاتحاد 3 وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. ويهدف العرض في مدينة العين في نسخته الثالثة إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة الباسلة وما تتمتع به أو يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، هذا بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها سدا منيعا في حماية الوطن ومكتسباته، بالإضافة إلى الحفاظ على أمنه واستقراره في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم. ويأتي تنظيم العرض العسكري انسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تطلع به القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن حدود البلاد وحماية الشعب ومصالحه من التهديدات الخارجية والداخلية بالتضامن والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في الدولة. جددت شرطة العاصمة أبوظبي دعواتها بضرورة التزام سائقي الشاحنات وخاصة خلاطات الإسمنت بالحمولة المقررة وخفض السرعات خاصة عند الانعطاف للتحكم في الشاحنة، بالإضافة إلى تفادي تدهورها بسبب حمولتها الزائدة. وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات
تعليقا على حادث تدهور شاحنة خلاط إسمنت في شارع المرور في العاصمة أبوظبي يوم أمس بسبب الحمولة الزائدة والانعطاف بسرعة، مما تسبب في اصطدام مركبات وعرقلة لحركة السير، كما أنه تم تأمين موقع الحادث والعمل على عودته للإنسيابية إلى حالتها المعتادة في الوقت المناسب. وكانت شرطة أبوظبي قد وجهت رسائل إرشادية لمستخدمي الشوارع تحثهم على الانتباه حول موقع الحادث. نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمرها السنوي السابع للابتكار والمستقبل لعام 2018، حيث ناقش المؤتمر عبر جلساته محاور عدة تنصب جميعها حول الذكاء الاصطناعي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تقديم خدماتها. المزيد من التفاصيل مع الزميلة رشا رمضان. فعاليات شهر الابتكار، نظمت اليوم هيئة كهرباء ومياه دبي المؤتمر السابع للابتكار والمستقبل، إذ يركز المؤتمر هذا العام على مصطلح الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه في تحليل البيانات. تحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين في المجال عبر جلسات غنية بالأفكار والرؤى حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث ابتكاراتها واستخداماتها. وتم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة تقوم على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية للمساهمة في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، أطلق عليها اسم ديوا الرقمية. اليوم نحن طبعا هذا المؤتمر السابع، هذا المؤتمر مهم بالنسبة لنا، خاصة بالنسبة للذكاء الصناعي. طبعا الذكاء الصناعي يلعب دور محوري في خدمات الهيئة. نحن أعلننا عن مؤسسة ديوة الرقمية بتركز على الذكاء الصناعي في محاور مختلفة، مثلا في إنتاج الطاقة، في الشبكات الذكية، في كذلك طبعا تقديم الخدمات. وذكرنا نحن مثال على ذلك رماس اليوم يقدم خدمات تجارية، يقدم أكثر من تقريبا 660 ألف معاملة. وطبعا رماس المستقبل اللي هو الروبوتك بيتحول إلى القطاع الهندسي، ومن ثم يقدم خدمات للاستشاريين والمقاولين ولأفراد المجتمع كذلك. يأتي المؤتمر لدعم جهود الدولة وتعزيز ريادتها في مؤشرات الابتكار العالمية، ومواكباً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لجعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي ستجعل من الهيئة واحدة من المؤسسات الرقمية الرائدة حول العالم. انتزع الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج جنوب البلاد، كما حقق تقدما جديدا في صعدة، في حين أحبطت مقاتلات التحالف عملية تهريب صواريخ وأسلحة لميليشيات الحوثي الإيرانية. وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات خلال الساعات الأخيرة على مخازن أسلحة وثكنات عسكرية للميليشيات الإيرانية في صنعاء ومواقع وتجمعات في جبهات لشمال غرب تعز، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عتاد عسكري. واستهدفت الغارات مخازن أسلحة في جبل النهدين ومعسكرا تدريبيا في منطقة عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة. وفي سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة للجيش اليمني، حيث أحرز الأخير تقدما كبيرا باتجاه سوق الخميس غرب مديرية القبيطة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات التي تم دحرها من عدة مواقع، بالتزامن مع قصف جوي لمقاتلات التحالف والتي استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين.
وفي مدينة المكلا اليمنية، حيث وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم اتفاقية عمل لتجهيز صالة الاستقبال والانتظار الرئيسية بمركز الربوة الصحي بالمدينة، إضافة إلى تسليمه جهازي سونار وسي بي سي لتقديم مستوى أفضل من الخدمات الصحية للمواطنين اليمنيين مجانا. وفي هذا الصدد أكد عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن العامل في محافظة حضرموت بعد عملية التسليم أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حريصة على تطوير ورفع المستوى الصحي بمدينة المكلا وضواحيها، مضيفا أن توقيع هذه الاتفاقيات اليوم إنما يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المناطق اليمنية المحررة، والتي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين خلال الأزمة التي تشهدها البلاد. وبدوره شكر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمديرية المكلا محمد اليهري خلال توقيع الاتفاقية دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على الجهود التي تبذلها بمدينة المكلا سواء على الصعيد الصحي وكذلك كافة الأصعدة الأخرى والتي خدمت المواطن وخففت من معاناته، مشددا على الحاجة الماسة لهذا الدعم والرعاية. وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أنشأت مركز الربوة الصحي في العام الماضي، حيث يتمكن من تقديم خدماته الصحية لمواطني ربوة وبشكل مجاني. ومن الشأن الإنساني إلى الشأن الاقتصادي، وهذه نظرة سريعة على إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملاتها نهاية الأسبوع. ونظرة سريعة على درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى. ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة، نشكركم على كرم وطيب المتابعة، إلى أن نلتقي بكم، لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل التحيات وفي أمان الله. يا مرحبا الساعة مشاهدينا، خلنا نبدأ فقرات اليوم من مساء الإمارات، وأولى فقراتنا حوار المساء. أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن بدء استقبال طلبات عزب التربية الجديدة للمواطنين، تشمل أربع أنواع للعزب، وهي عزب التربية، عزب الرعي، وعزب رعاية هجن السباق، والعزب الموسمية. ويمكن للمواطنين التقديم على طلبات العزب من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة للبلديات، بلدية مدينة أبوظبي وبلدية العين وبلدية الظفرة. جاء بعد ذلك طبعا هذا القرار الإداري الذي أصدرته دائرة التخطيط العمراني والبلديات بتاريخ 8 فبراير الحالي بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لطلبات عزب التربية الجديدة. بيحدثنا أكثر عنه الأستاذ يوسف الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع التشريعات، رئيس لجنة الإشراف العام لتنظيم شؤون العزب في دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي. مساء الخير أستاذ. مساء النور والسرور إن شاء الله. بدنا نشكركم على هذه الاستضافه الطيبه ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا لك. طبعا نحن بنخوض في هالموضوع لان هذا يمكن موضوع جدا مهم، ويمكن الان الاوان ان يكون هناك دراسه وايضا وضع نظم معينه بالنسبه للعزب. نحن عندنا تقرير عن الموضوع ان شاء الله بنشوفه ويا مشاهدينا وبرد ان شاء الله الحوار. مشاهدينا تقرير ونعود مع الاستاذ يوسف، تابعونا.
الحفاظ على العزب هو جزء من الدور الملقى على عاتق الجهات الرسمية لحماية تراث الآباء والأجداد. وفي هذا الإطار أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبو ظبي عن بدء استقبال طلبات عزب التربية الجديدة للمواطنين، وتشمل 4 أنواع للعزب، هي عزب التربية، عزب الرعي، عزب رعاية هجن السباق، والعزب الموسمية. ويمكن للمواطنين التقديم على طلبات العزب من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة للبلديات: بلدية مدينة أبو ظبي، بلدية مدينة العين، بلدية الظفرة. جاء ذلك بعد القرار الإداري الذي أصدرته دائرة التخطيط العمراني والبلديات بتاريخ 8 فبراير الحالي بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لطلبات عزب التربية الجديدة، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدائرة لتنظيم شؤون العزب والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفقاً لأعلى المعايير الصحية والبيئية. ويشمل القرار العديد من البنود التي تعنى بتنظيم شؤون العزب التربية، ويقضي القرار بالالتزام بتطبيق تلك البنود كمراعاة ضوابط الانتفاع وشروط الاستحقاق التي ينص عليها القرار في سبيل تعزيز المعايير الصحية والبيئية المعمول بها في العزب وفقاً للشروط المطلوبة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب العزب. أستاذ يوسف، يعني نحن نتكلم عن أنواع الآن للعزب، يعني عزب الرعي، عزب رعاية هجن السباق، وعزب أيضا موسمية. فقبل أن اللي عنده عزبة يستخدمها شمارات، صحيح؟ أما الآن اختلفت التسميات وأنواع، الهدف الرئيسي من هذا بداية تعرف عليه؟ نعم، حقيقة بداية يعني الدعم الكبير اللي أخذناه من القيادة الرشيدة بتنظيم شؤون العزب بشكل عام في إمارة أبوظبي، فكان في جهد مكثف حقيقة من الجهات المختصة، راح نتطرق لها بعد شوي في المحور الثالث. بالنسبة للأمر الأساسي في تنظيم شؤون العزب، أنه لابد يكون هناك في تصنيف للعزب، طبعا عزب التربية اللي هي تعتبر من العزب الأساسية، تقريبا 70% من الطلبات تكمن في عزب التربية. جميل. وعزب الموسمية وعزب الرعي، وكذلك عزب الاتحاد سباقات هجن اللي هي عزب الريس. نعم. بالنسبة لعزب التربية اللي هي يعني متعلقة بتربية الحلال، سواء كانت الإبل أو الأبغار أو الأغنام، على حسب الدليل الإرشادي اللي موجود، الحد الأدنى من الأعداد اللي موجودة من بناء على الاعتماد من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. جميل. طيب هذه العزب التربية الجديدة، يعني الغاية من إصدارها، وهل هي حيازة كاملة أو شو وضع هيكون الحيازة مفهوم؟ نعم، بالنسبة للعزب، القرار اللي كان صادر في 2015 من المجلس التنفيذي، لابد يكون هناك نكابة العزب يبرم معها عقد إيجار. نعم. في عقد إيجار مدرج في الأنظمة المستخدمة في البلديات، هذا اللي تربط العلاقة ما بين التعاقدية، ما بين صاحب العزبة اللي هو مستأجر، وما بين البلدية. جميل. لها بنود ولها اشتراطات راح نتطرق لها إن شاء الله. زين أستاذ يوسف، بما يخص تنظيم شؤون العزب، طريت من شوي قلت إنه في دليل إرشادي. نعم. شو البنود، شو الشروط، شو الإجراءات المبدئية الأولية لهذا طبعا في سؤال في محله. طبعا في 2015 كان في الإطار العام لتنظيم شؤون العزب باعتبار أن التشريع الأول على مستوى المنطقة. بعد ذلك من الملتقيات الاجتماعية من أصحاب العزب والاستبيانات، تم تحديث وإيجاد هذا الدليل الإرشادي. جميل. اللي هو وضع اشتراطات عامة واشتراطات خاصة. خاصة من ناحية يعني لتنظيم شؤون العزب، من ناحية يعني حسن استخدام العزبة والجدية في الحصول على هذه. ما تكون عملية عشوائية تحط عريشة وخلاص. لا 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 أبد، يعني عملية تنظيمية بكافة جوانبها وأنواعها. أهم البنود اللي يد فيه؟ أهم البنود طبعا اللي استحدثناها طبعا أن يمتلك شهادة الحيازة. نعم. والتسجيل من جهاز الرقابة. جميل. معتمدة وتاريخ حديث. سابقا كان يتعهد بعد 3 شهور أنه يوفر الحلال، ولكن الآن أصبح لابد أن يعني يقدم شهادة بالحيوانات المسجلة عنده. نعم. 2، يكون الحد الأدنى من الدخل الشهري 20,000 من خلال الحلال. له دخله هو كمعاش. لا، له كمعاش. هو معاش. إيه نعم. أن يكون قادر على الصرف يعني. بالضبط. نعم. أن يكون قادر على الصرف، وأن تكون في جدية ل يعني الانتفاع من هذه العزبة. نعم.
كذلك من الاشتراطات اللي استحدثناها هي مسألة هي إضافة بعض البنود في العقد من نعم. ناحية صلاحية البلدية في الدخول هذه في حالة المخالفة نعم والتفتيش ولا غيره من الأمور. أكيد. بما أنك ذكرت أستاذ سالفة الصلاحية، في مدة محددة لتنفيذ طلب يعني الطلبات اللي يقدمونها حق العزب، في مدة معينة نعم. ولا مفتوحة هي؟ لا، هاي طبعا نسميها نحن رحلة المتعامل. إنزين. رحلة المتعامل بما يخص عزب التربية هي 14 يوم. نعم. في حالة توفر الشاغر يقدم الطلب عن طريق مركز الخدمة. إنزين. الموظف مركز الخدمة ينشئ الطلب. بالنسبة لي كان إذا كان الطالب عزب التربية فلا بد أن يكون مستوفي للاشتراطات بداية نعم. الاشتراطات العامة نعم. يعني وبعد ذلك في اشتراطات خاصة موجودة طبعا في يعني في الرسم العملية نعم. عزبة التربية لا بد أن يعني نحصل على موافقة من جهاز الرغابة نعم. عدم ممانعة من جهاز الرغابة بانتباع الشخص هذا من العزبة، لأنهم عندهم بتكون الشهادة المسجلة المرقمة الطبيب البيطري إلى آخره. نعم. في بيانات معينة وخطوات. نعم طبعاً. بعد ذلك يكون في تنسيق مع التدوير اللي هي مركز النفايات. تعرف اليوم موضوع النفايات إذا لم يأخذ بعين الاعتبار راح يتراكم راح يشكل ضرر على أصحاب العزب والعزب الأخرى وعلى البيئة بشكل عام. طبعاً. فمن ضمن الاشتراطات حقيقة الأساسية اللي أدرجت اللي هي يعني أن يكون في عقد مع تدوير أكيد أي نعم طيب أنت هو ذكرت كلمة مهمة جدا حين توفر الشاغر أفهم من هذا أن يعني نحن قبل نعرف أن الناس في مناطق عزب معينة يروحون ويسوون عريشتهم هناك ويحيطونها ويستخدمون العزبة مثلا في الموسم أو في التربية أو هذا بعدين يراجعون البلدية الحين العملية أصبحت تنظيمية بشكل كامل فكلمة حين توفر الشاغر أفهم من هذا أنه البلدية الآن هي من وضعت عزب في أماكن معينة بمواصفات خاصة ومن ثم توفرها لمن يرغب في الحصول على عزبة وبالتالي المواصفات والأهداف بتكون موحدة بين البلدية وبين الشخص هذا هو الهدف الرئيسي نعم منه نعم بلا شك هي مسألة اقتراح المناطق طبعا ما يعني لا يأتي من البلدية بمعزل عن الجهات المختصة جميل أكيد طبعا في عندنا جهات مختصة اللي هي جهاز الرغابة الغذائية هيئة البيئة من يعني هي تفيدك في الموافقة على هذه المواقع المقترحة نعم أساس أنها تكون مناسبة للاستفادة تعرف أن تكون عندك مثلا الخدمات موجودة صحيح المرافق المجتمعية بتكون قريبة من عند أصحاب العزب ما تكون هناك عزبة عشوائية نعم ما لها أي بيانات ما لها أي موقع المفارقات هذه في كل مكان مكان هاي تسبب مشكلة أيضا لعملية مثل ما ذكرت البيئة يعني أنتوا أخذتوا ناحية الاستدامة نظرة البيئية نعم. نظرة أيضا الاستفادة الحقيقية لهذا الشخص أنه يحصل كل الخدمات هذا أمر يعني أصحاب العزب ولطالبين عزب يعني بتهجوم به وأكيد إن شاء الله طبعا يسمونه بكل قيمة هذه المصطلحات والمفردات وكل هالتفاصيل اللي قاعدين نتكلم عنها أعتقد هي وعي عام طبعاً. مجتمعي للمواطنين بما يخص سالفة العزب تسعون لتوعية المواطن وتثقيفه بما يخص هذا الموضوع نعم بلا شك هذا أصبح التوجه حقيقة من معالي فلاح الحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات بضرورة عمل التوعية ورش عمل سواء كانوا للموظفين البلديات وللمجتمع من خلال الملتقيات ومن خلال البرامج الإذاعية والبرامج السمعية والتواصل الاجتماعي أعتقد أيضا أن الاشتراطات والبنود اللي أنتم واضعينها هي بحد ذاتها توعية لأنه تشاركون راعي العزبة في أن ينفذ الاشتراطات بناء عليها بيكون عنده توعية بشو اللي له وشو اللي عليه بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة أصحاب أكيد طبعا طيب أهمية يعني في موضوع جدا مهم يعني احنا تكلمنا عن العزب الحين الجديده بتي لكن ماذا عن تعديل اصحاب العزب من فترات قبل هذا القرار شو اللي يصير وياهم هذا في ادرج الحكم او ماده في القرار 73/2015 هو تعديل الاوضاع نعم مساله تعديل الاوضاع اصبحت اليوم محتمه وضروريه حقيقه الحكومه منحت البلديه انها تعطي فتره تعديل الاوضاع مده سنه ولا الحق بأنها تمدد سنة مماثلة جميل تعرف موضوع العزب وتعديل الأوضاع وكذا في نوع تأخذ وقت خصوصا لو فيها حلال وهذا هي نعم مثل ما تفضلت ويعني خاصة أنها مرتبطة مع الأسرة الإماراتية نعم فنأخذ يؤخذ بعين الاعتبار مسألة تعديل الأوضاع أنه لابد أن يدرج بيانات العزبة لابد أن يعني
يبرم عقد، يعني لابد ان كافه العزب اليوم يكون عقد ايجار. جميل. هذا شيء يعني من الضروريات من الاسس اللي موجوده عندنا في تعديل الاوضاع حسب ما تفضلت. تعرف اليوم لازم تعرف موقع العزبه وين هذه بالضبط. تعرف يعني لا قدر الله صارت بعض الامور يعني مخله بالنظام العام او مخله بالامور الامنيه او غيرها، خلاص انت عارف الموقع وين بالضبط. صحيح. وعارف كيفيه استخدام العزبه هذه طبعا، والمستاجر من وتفاصيله. استاذي، المجال هذا نفسه يعني مثل اي مجال اخر في مخالفات، في اشخاص قد يعني يتجاوزون القانون او يسوون اشياء هم يعني بانفسهم، شو من المخالفات اللي تخص هذا الموضوع وتاثيرها اهم شيء على الثروه الحيوانيه؟ نعم، بناء بالنسبه لموضوع المخالفات سابقا يعني ما كان يقدر موظف البلدية أن يدخل العزبة، ولكن بموجب هذا القرار أصبح اليوم في صلاحية إدارية لموظف البلدية أن يدخل هذه العزبة. طبعا ما يدخل السكن وإنما يدخل العزبة يتأكد من حسن استخدامها ومن سلامة استخدامها حسب النظام العام، حسب الاشتراطات اللي موجودة وحسب بنود العقد، وهذا حق مشروع طبعا للبلدية. فمن خلال هذه الصلاحية أصبحنا نتكلم اليوم عن استخدام الطرق الإدارية. نعم. لإزالة هذه المخالفات. نعم. أنا اليوم عقد بيني وبينه. نعم. فإذا خالف بنود هذا العقد فعندي إخطار له في 30 يوم، وبعد ذلك أزيل أنا إذا ما زال هو أسباب المخالفة، أنا أزيل المخالفة على حسابه. مثل شو المخالفات؟ إقامة مستودعات. أها. سكنات بعض الأحيان. يعني في اجتهاد شخصي يعني في هذا الموضوع. بعدين بعضهم يستخدمه كمكب نفايات يعني وما يحافظ على البيئة، لأنه تعرف يضر الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية بشكل كبير. طبعا. جدا الموضوع حساس مسألة تعديل الأوضاع حقيقة. أكيد. طيب في معايير طبعا أكيد صحية أنتم تمارسونها، وأهم هذه المعايير وتأثيرها على أيضا العزب. نعم، حقيقة نحن يمكن السؤال هذا يكون أصحاب الاختصاص أكثر في يعني مسألة هيئة البيئة وكذلك جهاز أبو ظبي الرقابة، وهم مشكورين حقيقة يعني كان لهم دعم كبير في هذا الدليل الإرشادي وفي يعني تنظيم شؤون العزب في إمارة أبو ظبي بشكل عام حقيقة. نعم. طبعا هو أكيد في النهاية هي منظومة يعني تخطيط العمران والبلدية والصحة وكل الجهات المعنية والبيئة كلها تعنى بأن يكون يعني المواطن يبتهج بأن في النهاية هذه لمصلحته الخاصة. يعني إن كان في بعض الأحيان تقابل بتعنت بأن ما الذي يحصل لنا، وإنما عندما ينظر لها فعليا يجد أن الدولة تحاول بكل الطرق أنها تراعي حاجته وتوفر له يعني كل التسهيلات لأداء شيء اللي هو يحبه وحاب يكون موجود فيه وتراثه وعقيدته. أكيد. نعم. هاي ولكن بالطريقة الصحيحة. أكيد. فأكيد لابد التعامل يكون شيء رئيسي. بالنسبة لموضوع يعني الدليل الإرشادي ومكان سابقنا من قرارات متعلقة بتنظيم العزب يعني نالت استحسان كبير حقيقة من أصحاب العزب، وخاصة يعني اللي هم يعني كبار السن والأمهات كثير يعني يهتموا بهذا الموضوع لأنه يصب في مصلحتهم ويصب في مصلحة حلالهم طبعا. نعم. إذا بس بنحدد ختاما الجهات المسؤولة عن المخالفات والتصريحات، إذا نسميهم بالأسماء، من المسؤول؟ نعم. في عندنا نحن الجهات تعتبر جهات مختصة وليس جهات معنية. أصبحت اليوم هي جهات مختصة صاحبة اختصاص معاك. جميل. في تطبيق هذا القرار. فالجهات عندنا الجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. نعم. جهة مختصة. وبإمكانهم طبعا تحرير المخالفات، أو بإمكانهم كذلك يعني إبلاغنا نحن بموضوع إذا كانوا مخلين، إذا كانت العزبة هذه مستخدمة غير يعني الغرض المخصص لها، كذلك اتحاد صبغات الهجن وهيئة المياه كهرباء أبو ظبي وهيئة البيئة. أكيد طبعا نحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم. مثل ما ذكرت أنت دليل إرشادي، مثل ما يعني قوبل بأرحبية من ايضا اصحاب العزب، اكيد هذه القرارات ايضا تصب في مصلحتهم وسيقابل بكل ارحبيه، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. يعطيكم العافيه ان شاء الله، مشكورين على هذا السبب الاعلامي. شكرا لك سيدي. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، كل الشكر للاستاذ يوسف الكويتي المدير التنفيذي لقطاع التشريعات، رئيس لجنه الاشراف العام لتنظيم شؤون العزب في دائره التخطيط العمراني والبلديات في ابو ظبي. فاصل ونحن رد المياه ان شاء الله.
وعدنا مرة أخرى لاستكمال فقرات مساء الإمارات. مشاهدينا خير، رحب فيكم من جديد. ناخذكم الحين جولة على أهم ما يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلني أذكركم بعد بعناوين مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة واللي تظهر أمامكم على الشاشة. من خلالها تقدرون تشوفون كل شيء جديد من أعمال متنوعة من برامج مسلسلات وكل برامجنا وحتى التقارير. سمي العود، قصيدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واللي أهداها لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة عودته سالما لأرض الوطن. نتابع. الشعر بابه مقفل وانفتحنا بابه، الجبل ننحته والغصن الرطيب انهزه، والمثل يا ضاربينها زان لي مضرابه، ما كذب رجل يقول الكل شي حزه. الشعر بابه مقفل وانفتحنا بابه، الجبل ننحته والغصن الرطيب انهزه، والمثل يا ضاربينه زان لي مضرابه، ما كذب رجل يقول الكل شي حزه، المكارم في بلدنا والعزيز ترابه، وبشيوخه كل شعبه تفخر ومعتزه، قدم الفنيال يا صبابه الشرابه، وقهر العدوان والراس الخبيثة انجزه، للكريم اللي يحسبون الرجال احسابه، وللعزيز اللي على علوم الردى متنزه، وللشجاع اللي فتل الكايدات أشنابه، شل بيرك زايد بيمناه حتى رزه، فارس جده صوادي في الزمان اتهابه، يسبق حصانه خيول القوم لامن لزه، صوب بن حمدان زايد تشر السبابه، صوب بن حمدان زايد تشر السبابه، والعزيز الله بوقفات الشموخ اي عزه، مسكنه في قلوبنا مهما يطول اغيابه، غاب بالعزه ولا جانا سوى بالعزه، فزت سبع في وجه العدو واحزابه، يا سمي العود يا طيبك وحي الفزه. جميلة طبعا، شكر كبير لسيدي سمو الشيخ طبعا حمدان بن محمد بن راشد، وأيضا يعني الحمد لله على سلامة الشيخ زايد بن حمدان، وربي يحفظه إن شاء الله يحفظ أهل الإمارات كلهم. مشاهدينا إلى موضوع آخر، ويعانون من الأرق أو صعوبة النوم يتابعون هذا الخبر، حيث اكتشف الأطباء طريقة تجعلك تغط في النوم بشكل عميق جدا في دقيقة واحدة تتخلص من الأرق، وتسمى 478. ما أدري هو 478 هاي لعيبة ركبي ولا شو هي بتكون. هي طبعا تقوم على الاستنشاق الهواء عبر الأنف لمدة 4 ثواني، ثم حبس النفس لمدة 7 ثواني، وفي الثانية رقم 8 يكون الزفير. يؤدي تكرار هذا التمرين 4 مرات إلى تباطؤ ضربات القلب وتهدئة الجهاز العصبي والخلود للنوم. اليوم بنيرب إن شاء الله وبنشوف، والشباب عندنا فوق رقدوا خلاص. عبد الله تعال نجربها على الهواء الحين. عاد مشكله ولا والله انا بجربها لو صارت، بس اذا رقدت خذ انت الخبر اللي عندي. والله تعال نجربها. لا خله بعدين بعد الله. مشاهدينا لا داعي لها. خلينا على مشاهدينا في معلومة أخرى، لا داعي لرمي بذور البطيخ من اليوم. تؤكد دراسة أمريكية بأن بذور البطيخ غنية بالأحماض الأمينية والبروتينات والفيتامينات وعدد كبير من المعادن مثل المغنيسيوم والمنجيز والزنك والنحاس والبوتاسيوم والحديد، فضلا عن غناها بالأحماض الدهنية التي تساعد في خفض الكوليسترول السيء الذي يؤدي زيادته لأمراض القلب والشرايين. أنا أحب البطيخ فراح أكله مع بذورة من اليوم. أصلاً البذور هاي إحنا نأخذها ونحطها على النار شوي مع ملح. أيوة. أمور طيبة وتقعدين تاكلين في الليل وطعمه وايد حلو. هي بس مشكل بذر البطيخ، في هذه اللي صغارية يجون، لكن في اللي الحب الكبير أكثر شيء في مصر موجود. أوكي. هذاك وايد مفيد صراحة وطعمه وايد حلو يعني. وفي أصلاً هم يجمعونه ويبيعونه يعني. نجرب بذور البطيخ بعدين تنفس 4-7 ثواني. وبعدين البطيخ أصلاً لو عندك مثلاً حلال ولا الله يعزك ولا هذا، تاكلين الأحمر وتعطين حلالك تعطين القشر وايد مشين. على طار السالفة يمكن يستخدمون حتى بذور البطيخ للثروة الحيوانية. نعم. حتى. لا والقشر ماله بعد يأكلونه. آه والله. نعم.
مشاهدينا أبرز ما جاء في عناوين الصحف المحلية صادر اليوم الخميس نهاية الأسبوع. في عناوين الاتحاد نقرأ: بسبب منخفض جوي متعمق توقعات بهطول أمطار مختلفة الشدة يومي الأحد والاثنين، واليوم الجو جدا رائع صراحة. أما في عناوين الخليج خلنا نقرأ: الإذاعات والتلفزيونات في فلسطين تطالب الجزيرة بوقف التطبيع وتنظيم الحمدين، يرضخ لشروط إسرائيل لتحسين صورته بأمريكا. أما في عناوين الإمارات اليوم نقرأ: مرور دبي تدعو إلى تسوية المخالفات قبل انقضاء مهلة الخصم. وفي عناوين البيان نقرأ: الاتحادية للضرائب تقول أنه لا إلزام على الأعمال بوضع ملصق للتسجيل الضريبي. ومن التقارير مشاهدينا المتنوعة لليوم: جمارك دبي تدشن مشروعات ابتكارية جديدة تزامنا مع شهر الإمارات للابتكار 2018، المزيد في سياق هذا التقرير. دشنت جمارك دبي صباح اليوم مشروعات جديدة ابتكارية في مقرها الرئيسي مواكبة لشهر الإمارات للابتكار للعام 2018، وشملت واحة الابتكار وإطلاق تطبيقات إلكترونية حول قصص الأطفال بمناسبة عام زايد، ومعرض صور لمجموعة ابتكارات الدائرة التي تخدم العمل الجمركي، بالإضافة إلى توسعات مركز رعاية الطفل بحلته الجديدة تحت شعار براعم المستقبل. وافتتح سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، افتتح عدة مشاريع ابتكارية في الدائرة بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي والمدراء التنفيذيون بالدائرة، ولفيف من المبتكرين على مستوى الجهات المحلية والاتحادية وعدد من وسائل الإعلام المختلفة. ووجه سعادة سلطان أحمد بن سليم خلال جولة على الابتكارات الجديدة بضرورة الاستفادة منها بأعلى كفاءة ممكنة عبر استخدامها بمهارة عالية في عمليات المعاينة والتفتيش وتنفيذ الضبطيات، مؤكداً على أهمية التطور المستمر الذي تحققه الدائرة على صعيد تحقيق التواصل الإلكتروني السريع والمستمر بين المدراء والموظفين والمفتشين في كافة المراكز الجمركية عبر التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات واستخدامها في انعقاد الاجتماعات ومؤتمرات العمل في كافة الأوقات عبر الأجهزة الذكية دون تأخير. وأشاد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بمبادرات جمارك دبي في مجال استخدام التطبيقات الذكية لتوعية الأجيال الجديدة بحقوق الملكية الفكرية، وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير حضانة الأطفال لتواكب تحفيز روح الإبداع والابتكار في دولة الإمارات. أما في خبرنا القادم: واحتفالا باليوم الوطني 57 لاستقلال الكويت والسابع والعشرين ليوم التحرير، أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت احتفالا بهيجا بهذه المناسبة في فندق ويستن بدبي. حضر عدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى وعدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة. زميلتنا رشا رمضان حضرت جانب من هذا الاحتفال وعادت بهذا التقرير، نتابع. بداية نتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لتغطيتكم فعالياتنا واحتفالياتنا العزيزة على قلوبنا وعلى قلوب الإماراتيين والكويتيين مع بعض. وأتقدم من خلال تلفزيونكم الموقر بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا. ونحن سعداء جدا أن نحتفل بين أخوتنا وأهلنا في بلدنا الثاني دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت ظل قيادة
حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه. أنا سعيد بتواجدي اليوم في بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، وهذه الحقيقة هي مناسبة عزيزة على قلوب كل أشقاء العرب، فدولة الكويت دولة عريقة، ونسعد بتواجدنا وبمشاركة الإخوة الكويتيين. الكويت صراحة أنا أول شيء سعيد بهذا اليوم، وأبارك لأمير الكويت وشعب الكويت الغالي شعب الخليج الحقيقة في هذا اليوم، اليوم الجميل في ثاني طبعا في شهر فبراير، وعيد التحرير وعيد الاستقلال، و57 سنة من العطاء، 57 سنة من الإنجاز في دولة الكويت الشقيقة. الصراحة أنا من الجيل اللي تعلمت الكتب وكل شيء والملابس من الكويت، نكن لهم الحب والتقدير. وكذلك الحقيقة الكويت ساهمت في حتى في المدارس، ساهمت في بناء المستشفيات قبل قيام دولة الإمارات، وبهذا الاحتفال الغالي نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم النجاح. يا رب احفظ الكويت وأمير الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكم الشكر ولكم التقدير بإذن الله تعالى. اليوم والله الفرحة فرحة الإمارات، شعب الكويت، شيوخ الكويت، احنا كنا خليج واحد، الفرحه فرحتين، وهي تعتبر فرحه واحده، فرحه الامارات فرحه الكويت. هاي المناسبه العزيزه اليوم الوطني لدوله الكويت الشقيقه والحبيبه، اتقدم بخالص التهنئه لدوله الكويت الشقيقه قياده وحكومه وشعبا، ونتمنى دائما ان نلتقي على خير ودولنا كلها بخير وسلامه. انا جدا سعيده بوجودي في هذا المكان الرائع، وأكون جزء من احتفال جدا جميل جدا رائع، وأتمنى من الله تعالى إن شاء الله أنه يحفظ الكويت ويحفظ الإمارات ويحفظ كل دول الخليج إن شاء الله. نرفع أسماء آيات التهاني لشعب الكويت وحكومته، وطبعا إحنا وعيد دولة الكويت هو عيد لنا كلنا، فنحن كلنا شعب واحد طبعا. أبارك لشعب الكويت وأحب تواجدنا وياهم، لأن إحنا أصلا شعب واحد وقلب واحد وروح واحدة. أنا سعيدة اليوم، والسبب مشاركتي الإمارات، مشاركة الإمارات للكويت في الاحتفالات الموجودة اليوم، وما شاء الله حلو. من دار زايد إلى بلد النهار إلى موطن الصباح، كل عام والكويت بخير، كل عام وهي حرة أبية شامخة بأميرها وشعبها. طبعا نبارك طبعا أكيد لشعب الكويت وأمير الكويت، وإن شاء الله دائما مستقلة دائما حرة أبية بإذن الله، مثل ما ذكرت أختي أيضا رشا. مشاهدينا طبعا يعني تحتفل دولة الكويت الشقيقة في 25 والسادس والعشرين أيضا من فبراير من كل عام بذكرى الاستقلال والتحرير، ونتمنى للكويت حكومة وشعب المزيد من التقدم الرفعة ودائما أفراح تزين داركم إن شاء الله يا رب. ناخذكم إلى جديد الأخبار. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصال هاتفي من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة، وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل دعم التعاون الاستراتيجي والشراكات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الذي يزور الدولة حاليا، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، هذا وحرص الجانبين على تعزيزهما لتطوير الإمارات والولايات، كما تم خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي مشاريع تنموية وسياحية بمنطقة الميناء في أبو ظبي بمساحة إجمالية للأرض تصل إلى 3 ملايين متر مربع. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سموه في منطقة الميناء، رافقه خلالها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ومعالي فلاح محمد الأحباب
العرابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، واستمع سموه إلى شرح واف عن مكونات المشاريع التنموية والسياحية التي ستنفذ في منطقة الميناء ومراحل تنفيذها، ونوه سموه أيضا إلى أهمية تطوير المشاريع التي تخدم سكان العاصمة أبوظبي من المواطنين والمقيمين، وواجه سموه بالبدء بتطوير ميناء زايد كمنطقة متعددة الاستخدامات وبإعادة تطوير جميع الأسواق المجتمعية المتواجدة في منطقة الميناء بما فيها أسواق الأسماك والخضار والخشب والسجاد، كما وجه أيضا سموه بتعزيز نجاح المنطقة الإبداعية في الميناء بمضاعفة مساحتها بنسبة تصل إلى 300% وإقامة مدينة الاستوديوهات للإنتاج التلفزيونية والسينمائية التي تأتي ضمن إطار ما حققته أبوظبي في استقطاب أفلام عالمية على المستويين الإقليمي والعالمي. مشاهدينا، هذه كانت الأخبار المستجدة. رح طبعا في فقرتنا القادمة رح نتكلم عن الشخصية الجذابة. تعرف شو يعني الشخصية الجذابة؟ أكيد طبعا في وايد شخصية جذابة، بس بنشوف شو هو جذابة من الجاذبية مو بجذابة. أكيد طبعا. رح نرجع مشاهدينا نتكلم عن الشخصية الجذابة في حوارنا القادم بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. رحب فيكم مرة ثانية مشاهدينا. من منا لا يحلم ويطمح بأن يكون ذلك الشخص الجذاب اللي يمتلك شخصية آسرة ساحرة وملهمة للآخرين؟ ما أدري ليش مستانس أنا. تأخذ طبعا هذه بنواصي قلوبهم وتجبرهم على تقديم الاحترام والمودة، لكن لا يجب أن تترك هذا الكلام يأسر قلبك فتظن أن الجاذبية الشخصية إحدى الصفات اللي يكتسبها الفرد بطريقة سحرية، وأنها أيضا قوة خفية تولد فقط مع سعداء الحظ. فهل يمكن أن نجعل من شخصياتنا جذابة وآسرة وساحرة كما قلنا في هذه المقدمة؟ الإجابة بتكون مع اللايف كوتش رفيعة المهيري. حياك الله. مساء الورد لايف كوتش. الشكل الخارجي، الهيئة الخارجية، وايد ناس عندهم خلط بين الشخصية الجذابة والشكل الجذاب، لهم علاقة ببعض، يكملون بعض ولا ما يخصهم بعض؟ الموضوع يعتمد على الشخص اللي يشوف الشخص اللي قدامه، يعني إذا يشوفه هو يشوفه جذاب أو ما يشوفه، فمثلا ما يشوفه جذاب، فما إحنا ما نقدر نصنف شخص كشخص جذاب أو غير جذاب، لأن في احتمال أن هالشخص تكون عنده مواصفات، مثلا أنا تكون أشوفها مواصفات جذابة أو مواصفات أنا أطمح أنها تكون عندي، فيعني مثلا أنا ممكن أشوفها شخص جذاب بس غيري مثلا يشوف هاي الصفات عادية فما ينجذب للشخص. طيب، فإذا هي نسبية، عفوا هي نسبية حسب الطرف الأول والثاني. هي واحيانا بعد مثلا ساعات يتفاجأ بعض الناس انه هو عنده مثلا ينجذب لابتسامة ساحرة او مثلا العين الغامضة، بس يصدف احيانا انه ينجذب لشخصية يعني ما فيها ابدا هالمواصفات اللي هو ينجذب لها في المظهر. يعني هو الشخص نفسه يتغير. هي اللي الشيء يجذبه الحين يمكن ما يجذبه عقب، صح؟ يعني هو نفس يعني الشخص يتقلب بعد مع الحاله او يمكن مع النفسيه ومع الامور. طيب علاء لولو يوم يسال اسئله شوي يسال اسئله قويه. زين، علاء يقول لا يخفى على احد باننا نعيش في زمن التناقضات، بس السؤال مثل ما هو قايله في كل شيء، بالمظهر بالملبس وبالكلام حتى المظهر العام، يعني هو يعتبر ان الموضوع كله تمثيليه، فهل برايك لا زال هناك اشخاص فعلا جذابون؟ هي لا يزال هناك أشخاص فعلا جذابون لين الحين، يعني أكيد دائما بيكون في أشخاص جذابين لأشخاص معينين، ونفس الأشخاص هاي يكون هالأشخاص يكونون غير جذابين حق أشخاص آخرين. طبعا. بس مثلا شخص يحب المصداقية على سبيل المثال، ويشوف تناقض في شخص في كلامه وأفعاله، حتى لو كان الشخص هذا مظهره متألق يصبح غير جذاب. غير جذاب للشخص اللي ما تفيد الكاريزما هاي الحين. صحيح. لا ما تفيد شكل ما تفيده. نعم، لأنه كسرها بعامل عامل دخل على الروح والفكر يمكن، صح؟ صح. طيب. والطاقة يعني الإنسان كيف هو من داخل يأثر بشكل كبير على جاذبيته وطاقته. فمشاعره تشع، يعني إذا هو مثلا إنسان واثق من نفسه، طبعا الثقة من أهم الأشياء للكاريزما طبعا وللجاذبية. فمثل ما قلنا يعني. أكيد. طيب، من ينجذب أكثر للآخر، المرأة للرجل أم الرجل للمرأة؟ يبالي لحظة صمت. هالشيء يختلف من رجل لآخر ومن مرأة لأخرى.
في مثلا مواصفات تكون موجودة في المرأة نفسها اليوم موجودة باكر مو موجودة لأنها امرأة. فاليوم مثلا الرجل اللي ينجذب للمرأة اليوم ممكن رجل يعني مو بنفس الرجل اللي ينجذب لها باكر في وقت ثاني. نعم. هي احيانا اللي يستوي انه مثلا في ريايل مثلا في تكون شخصية ساحرة مثلا بشكل عام يعني كعرايل الأهم الأغلبية. مثلا المرأة يعني إذا كان مثلا إذا كانت هاي الشخصية شخصية رجل المرأة بسهولة ممكن تنجذب لها الشخصية بس الرجل ممكن يحس بنقص يعني في رجال بيحسون بنقص فما ما بينجذبون لهاي الشخصية يستوي مثل رتبة عكسية. هو انجذب ضمنيا ولكن لا يظهر هذا الشيء بسبب عقد ذكورية بين قوسين. يسوي عمره باتمان. طيب الـ 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 الأثر النفسي يعني هل العامل النفسي ممكن يأثر في شخص بأنه ينجذب لأي شيء ممكن يقرب منه أو يدخل عليه بطاقة إيجابية؟ يعني متعارف أن شخص في متضايق أو أنه في حالة من مثل ما قلت الضيق أو مشكلة أو شيء من هالقبيل أي حد يدخل عليه حتى لو ما كان هذا الشخص يمثل له أهمية أو انجذاب في قبل بس لي دخل عليه بابتسامة دخل عليه بروح طيبة إنه دخل عليه بمبدأ نية مساعدة يستشعر هذا الشخص صحيح ويبدأ يتقبل هذه الشخصية ويصبح يمكن ينجذب لها بشكل كبير ويروح له عقب صح لايف كوتش ما شاء الله لاحظتي إيه ما شاء الله يعطيك العافية طبعا الذبذبات العاليه او الطاقه العاليه تغطي على الطاقه السلبيه فمثلا الشخص يوم يدخل حتى لو هو مو مبتسم بس من داخله متقبل الشخص اللي قدامه الشخص اللي قدامه بيحس بهالتقبل صحيح ممكن يتكلم وياه او لا يعني بس في احيانا مثلا الناس يبتسمون من باب المجامله فمهما كان البادي لانجويج الطاقة هي اللي يقدر يستشعرها اللي قدامه. جميل. فإذا هو كان اللي داخل عليه يعني إنسان مرتاح ومستانس بكل سهولة يقدر يخلي الشخص المتضايق يستقبل يرتاح. جميل. يرتاح. يعني اتفقنا نحن الحين لايف كوتش رفيعة إن الشخصية الجذابة ما لها مقاييس أو شروط معينة هو موضوع نسبي. وفي مؤثرات تأثر على هذا القرار في أبعاد في كيمستري يقولون في صح. رائحة الجسد يقولون في وايد تفاصيل تختلف من شخص صح. لآخر التأثر بأشخاص يمتلكون شخصية جذابة علاقتها طردية أم عكسية مع هذا الموضوع يعني أنا انعجبت بشخصيتك الجذابة أتأثر بك أكثر؟ هي يأثر طبعا لأن أنت تنظرين لهالشخص اللي أنت انجذبتي له كقدوة أحيانا فتتمنين انك تكتسبين هاي المواصفات اللي فيها اللي جذبتك تكون لك انت موجوده هي فطبعا يكون في تاثير مثلا حتى اذا مثلا في شخصيه منتقده نعم اكثر الناس اللي بينجذبون لهالشخص هم الناس اللي يحبون الانتقاد نعم. يتشابهون في الصفه يعني يتشابهون هي فالجاذبيه عاده ما تكون دائما للايجابيه صح هي. طيب في مهارات متى يمكن متى شو سؤال تطيح الشخصيه الجذابه يقول لك متى تطيح الشخصيه الجذابه يعني يمكن بمعنى ان عمليه الجذب اللي عنده تفشل انه هو اذا شخص متصنع الجاذبيه يسقط امام اللي قدامه يفقد يمكن نعم. هذه الصفه يفقد رونق اللي هو قاعد يحاول يسويه حق نفسه صح وكيف يفقد من البرسبشن من منظور الشخص اللي قدامه نعم. يعني انه هو ممكن يعني يبقى جذاب بس مش لنفس الاشخاص اللي كانوا ينجذبوا له نعم. خاصه يوم يستوي مثلا تضارب في القيم بين الشخص والشخص الاخر هني يصير في خلل هو اكثر شيء يمكن خديجه تعرفين الممثلين يمكن اكثر ناس يمكن يشعر الشخص بانه من خلال تمثيلهم افلام معينه او اتخاذهم لكاريزما واحده يكون محبوب لدى كثير من الاشخاص ويكون هناك يعني تفاعل غير عادي من الانسان سواء شباب او بنات لهذا الممثل او الممثله صحيح. لان هذا ما اظهر هي ولكن يتفاجئ به في مكان انه قابله او شيء ويجد تصرف ما يسقط كل ما كان في باله ينظر له نظره ويحول ما نقول هني اقدر اقول هني طاح من عيني هذا كذبه صح هو يعتمد على البرسبكتيف يعني كيف انت تشوف هالشخص انت نعم. شفته يوم هو كان يمثل شفته بصوره معينه نعم.
عيبك مثلا، عيبتك في صفات معينه، لكن عقب انت يوم شفته على حقيقته ممكن يكون انت اذا انسان صادق مثلا وانت تشوفه انسان ما كذاب ما بيجذبك لانه هي صار تضارب في القيم. زي رفيعه، يعني مره اخرى اكرر، اتفقنا على ان موضوع الجاذبيه الشخصيه هو نسبي. إذا مثلا حين أنت مثلا حسيتي أو مثلا عبد الله حسيتي ما عنده الشخصية الجذابة، وأنا حسيت أنه بعد ما عنده شخصية من خاطرها تقولها ترى سؤالي، الشخص اللي فعلا عنده شخصية جذابة يشعر هو ذاته مع نفسه أنه يمتلك شخصية جذابة ولا ما عنده هذا الشعور؟ هو العكس، إذا هو يشعر أنه هو شخصية جذابة ومقتنع أنه هو جذاب يعني بتكون لا لا يصبح جذاب لأن طاقته هاي تشع، يعني تنعكس على اللي قدامه. صحيح، هي كل شيء من الداخل اللي أكيد. أنا هي ويبدأ يجذب ناس جذابين. أوكي. لأن يعني من اليونيفرس اللي هو يعني القوانين الكونية كن ما تريد أن تجذبه. زين، نحن الحين لو نبغي ندرب مثلا خديجة ونعطيها مهارات أن تجعل من نفسها شخصية جذابة، هل فعلا في طريقة أو ممكن اكتساب مهارات أن تكون الشخصية جذابة؟ في تدريب الحياة في مثلا مهارات تساعد الشخص انه هو يوصل مرحلة، يعني هي مو مهارات يعني تنطبق على كل انسان لا، لكن ان الانسان يوصل احسن مرحلة ممكن هو يظهر فيها. صحيح. داخليا وخارجيا، يعني طبعا صحة النفسية تنعكس على رونق الشخص. صحيح. على طاقة الشخص، فهني يبدأ يعني تأثر. يعني طبعا اكيد اكيد رفيعه، يمكن الموضوع يمكن ناس تنظر له بمناظير مختلفه، لكن انا في 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 رايي المتواضع يعني الابتسامه، الروح الطيبه وحسن النيه يمكن هي تجعل من كل انسان انه جذاب، لان لا يدخل على شخص باي مشاعر ممكن تغلب او تضع يمكن وضع سلبي او اصدار طاقه سلبيه، لان المكان تكون صافيه. نحن نشكرك. صحيح. على تواجدك معنا اليوم، اكيد لايف كوتش، وان شاء الله دائما بهاي الشخصيات والجاذبيه وبالطاقه دائما نحن نقدر ان احنا نوعي المجتمع ونجعل منه الايجابيه موجوده. شكرا لك رفيعه. العفو. وقد مشكورة. المس انك شخصيه جذابه. لا في هذا اللقاء يعطيك حبيبتي، يعطيك الف عافيه. اذا مره اخرى كل الشكر لايف كوتش رفيعه المهيري. مشاهدينا، قبل ما نودعكم نذكركم بان مطار العين في مدينه العين بيشهد العرض العسكري حصن الاتحاد ثلاثة، وذلك يوم السبت الموافق 24 من هذا الشهر فبراير، وبنقوم إن شاء الله بنقله مباشرة على شاشتنا بالإضافة إلى مكابته أيضا عن طريق كافة منصاتنا للتواصل الاجتماعي، ويمكن للجمهور حضور هذا العرض مباشرة في مطار العين. أما نحن نقول لكم في وداعة الرحمن إن شاء الله ونشوفكم يوم الأحد. إذا مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة، جدد لقائنا مع مساء إماراتي جديد يوم الأحد إن شاء الله في أمان الرحمن.